السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. اول فيديو ليا ان شاء الله، اتمنى ان ينال اعجاب حضراتكم ويكون بروتين الست الشقيانة التعبانة اللي طول النهار مهدود حيلة في المطبخ. غسلت النهاردة الغسيل وهوريكم بطريقة بسيطة. انا ايه في البلكونة بتاعتي، انا ساكنة مدينة المباريا على الطريق الصحراوي، هصور لكم منها كتير، وهصور لكم طبعا من حشيسة ومن ابو مطامير من اسكندرية ومن العتبة ومن حلوان مطرح ما انا كنت عايشة. اتركوا في كل حتة وكل ما في مكان هصور لكم، استني مني كل جديد ان شاء الله. ان شاء الله انال اعجاب حضراتكم واستنى منكم الدعم واللايكات كتير 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 للم الغسيل. طب مركية هوريكم ازاي انا بنشر الغسيل، او شوفوا الغسيل بتاعي اهو. اي كلام اي كلام، كل اتنين مع بعض اتمشبك. طبعا الغسالة طبعا بتنشفه، فانا ايه بكروته. فدلوقتي هنلم الغسيل مع بعض. معلش الكاميرا اتعوجت مني في الدايت فانا بظبطها، ربنا يهدي الكاميرا. السبت اهو احط هنا عندي ورايا في امبوله اهو. اول حاجه نبدا ان في ايه شربات، شربات بنطبقها ازاي، محدش يضحك عليا. هو اصلا روتين دمه خفيف، بس طبعا الشباب لما يجي ياخدوا الشراب بحب ان انا اعمله لهم بنظام. بظبطه كده اهو، بظبط الفرده الثانيه عليه اهو، شايفين، واعمل كده اهو، بس كده شايفين. اطبقه تطبيقه ثانيه اهي كده بالمنظر ده اهو، واقوم عامله كده وعامله كده، يبقى انا ايه الشراب بالمنظر ده. يعمل الثاني الاثنين على فكره، واحد بتاع مصطفى ده بتاع بنفس الطريقه اهو. شراب الكعب ده يا جماعه بالله عليكم محدش يتريق عليا من اول فيديو، ماشي؟ ان شاء الله اقدم لكم حاجات ثانيه كتيره باذن الله اهو. كده ونجيبه كده وبنفس الطريقه اعمله كده اهو، شايفين؟ طبعا هحطه في السبت. امي اللي هي تنزل طبعا، عندي البلكونه ما بتكفيش نشير، تمام. طب المهم انتوا عاملين ايه، نتعرفوا مع بعض. انا اسمي سلوى سيد، عندي اربع تلات اولاد وبنت. اتشرفت بيكم كل حبايبي واصحابي. ان شاء الله القناه تنال اعجاب حضراتكم ولايكات كتير 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 كتير، واللي انتوا عايزين ان انا اقدمه لكم اقدمه. بصوا انا بعمل ازاي، اهي كده سهله جدا. انا بحب اطبق الغسيل في البلكونه، تمام اهو. هو كده اروح احطه في الدولاب، الم الم كده واحطه في الدولاب، حتى لو كان ملايات هدوم للولاد، هدوم خلود، هدومي. وبعد كده هناك افتح الدولاب وارص ايه كله مع بعض، تمام. انا مش عايز اطول عليكم، ان شاء الله اول فيديو مش هيكون طويل ورخم، إيه هو تعرف بس على بعض. وانا مستنيه دعمكم ليا، وكل جديد تستنوه مني ان شاء الله. وهقدم لكم ان شاء الله اكلات يا رب تنال اعجاب حضراتكم. ولو ما نالش اعجاب حضراتكم انتوا مضطرين ان انتوا تتفرجوا عليه. دي بقى ايه، هدوم زوجي اهو، بسرعه تنزلته. راجل صعيدي بقى، لميته كبيره بردك بنفس الوقت اهو كده. ورصه في الايه السبت، واول ما السبت كله يتملى غسيل او حطه جوه في الدولاب. ادي ايه، لو تنسوا يا جماعه اللايك، لايك كتير 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 ان شاء الله في اللايك. طبعا تبقى لين الغسيل والمغرب اذن، صليت الحمد لله متفضل يا رب كلنا جميعا. هات برضك ما بحب اصلا لما اجي انشرها بنشرها بردك متطبقه نصين ولا ثلاث نصين، بحيث لما المها على طول اطبق على طول زي ما انتم شايفين كده. تمام، هو الضربه وفوق اهي، بس بردك بطبقها كده كده. انت بقى في الدل، لو انت بقى ايه هو بتبقى مربعه كده، انت لو حابه في الدل ترصيها بالطريقه دي كله في بعضه في بعضه، انت حره. اوريكم كده وكم واحده كمان، وبرضك ان شاء الله في مره هوريكم تنظيم الدولاب انا منظمه ازاي، وهوريكم شكله من جوه اهو. طبعا هو كله مربع كده، انت بقى ممكن تحطيهم على بعض كده ويبقى شكلهم الوان ايه متناسقه في الدولاب، وتقولي حطهم كده بالطريقه دي، تمام. انا على فكره مش بعرف اعمل البرنامج بتاع تجريد الجري الفيديو، بشرب بلم الغسيل اطبقه يقعد يجري يجري بسرعه بس يخلص. انا ما بعرفش، انا بحب ايه اللي انا اقوله ويظهر لكم على طول، ولا اجري ولا اعمل ايه ولا اتكلم في حاجه انا مش فاهماها. احب ان انا ايه
اي نعم هتبقى فيديوهاتي مش منظمه، بس ان شاء الله ايه هلاقي ده حضرتك. طيب وبعمل اكلات، اي حد عايز حاجه يكتبها لي تحت في الكومنتات، سلوى نزل لنا كذا، تمام سلوى احنا عايزين كذا. وبعمل دورات وفيديوهات في محلات وفي سوق الجمله، وبعمل اكلات حلوه جدا وحلويات، يعني اللي انتوا عايزينه وحابينه اعمله لكم. دي كاس المفادات اهي، ثواني يا مستر يا سلام، ردنا هتنزلوا ارجع لكم. وبكده ننهي الفيديو معاكم، واجدع واحلى ناس في الدنيا، واستنوا مني كل جديد، الاكلات الجولات كل حاجه انتوا عايزينها. وبرده قولوا لي في الكومنتات اللي محتاج وصفه مستعجل عليها قوي قولها لي، سلوى عايزين الوصفه دي بسرعه اعملها لكم بعد ان شاء الله ما احط الغسيل في الدولاب. واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه، اجدع متابعين في الدنيا.